ومن نابلس ينضم إلي سليمان بشارات الباحث السياسي. أهلا بك سيد بشارات، كيف تقيمون أنتم هذه العملية وإلى أي مدى الوضع الميداني الآن متوتر في نابلس؟ نعم، تحياتي لك وللسادة المتابعين والمشاهدين الكرام. حتى هذه اللحظة لا يوجد كامل المعلومات والمعطيات حول العملية التي جرت في محيط مدينة نابلس، وبالتحديد على أحد الحواجز المقامة على مداخل محافظة ومدينة نابلس، وهناك ربما شح في طبيعة المعلومات التي يريدها الاحتلال الإسرائيلي، ما بين إن كان هناك عملية مقصودة بشكل كامل أم أن الأمر هو ربما يحتاج إلى بعض من التفاصيل. لكن واضح جدا أن هذه الحادثة تعكس أمرين اثنين. الأمر الأول أن تجديد الإجراءات الإسرائيلية المحيطة في الضفة الغربية وما بين المدن والمحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية يفتح المجال على عملية احتكاك مباشرة ما بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، مما قد يحدث مزيدا من حالة الاشتعال الميداني، هذا من جانب. أما الأمر الثاني وهو المرتبط في أن الاحتلال الإسرائيلي في كل إجراءاته يخنق الضفة الغربية ويخنق حياة المواطنين الفلسطينيين، وهذا بحد ذاته أيضا يجعل من حالة الاحتكاك المباشرة يمكن أن تفتح على مصراعيها مواجهة شاملة، يذكرنا في ذلك المواجهات الفلسطينية في الانتفاضة الفلسطينية الأولى والانتفاضة الفلسطينية الثانية وما بعدهما من أحداث ربما يعني كانت تقع ما بين الفينة والأخرى. وبالتالي واضح جدا أن الاحتلال الإسرائيلي بممارساته هو من يدفع باتجاه تصعيد الأحداث الميدانية وتطوراتها بشكل أو بآخر. بالتحول إلى ما يحدث في غزة، وما هي قراءتكم لتصريح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي يادي أيزنكوت الذي قال فيه إن نتنياهو ربما يزرع وهما كاذبا بما يعد به من أن الجيش سيحل بعض الكتائب المسلحة في رفح؟ نعم، هناك باعتقادي مجموعة من القناعات التي بدأت تتشكل داخل الاحتلال الإسرائيلي. أولى هذه القناعات أن هذه الحرب لا يمكن لها أن تحقق الأهداف الأساسية التي انطلقت لها، وهي بالتحديد الانتهاء من قوة المقاومة الفلسطينية وإمكانية إعادة الأسرى الإسرائيليين إلا من خلال مسار سياسي تفاوضي في نهاية المطاف. وهذه ربما يعني قناعة تشكلت لدى نخب إسرائيلية ولدى الشارع الإسرائيلي وحتى لدى قيادات داخل مجلس الحرب أمثال جانتس وأزجنوت، وحتى وزير الجيش الإسرائيلي ما بين الفينة والأخرى كان يتحدث في هذا الإطار، ورئيس المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد الذي تحدث أيضا في هذا الإطار. القناعة الثانية وهي الواضحة جدا لدى المجتمع الإسرائيلي وحتى داخل الحكومة الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو هو مستمر في هذه الحرب منطلقا في ذلك لمحاولة تعزيز حظوظه السياسية، ومنطلقا من ذلك للإبقاء على حالة تماسك داخل حكومته اليمينية المتطرفة، لأن وقف هذه الحرب من شأنه أن يفكك هذه الحكومة. وبالتالي الأهداف الخاصة والأهداف الضيقة بالنسبة لبنيامين نتنياهو باتت مقدمة على أهداف الدولة، هكذا يقرأ الإسرائيليون هذه الحرب. القناعة الثالثة في هذا الإطار وهو واضح جدا أن بنيامين نتنياهو هو يحاول شراء الوقت، وأن كل ما يتحدث عنه من عمليات الذهاب إلى أطروحات عقد صفقة أو إحياء ملف المفاوضات ما بين الفينة والأخرى، كل ذلك هو ليس نابعا من قناعة لدى بنيامين نتنياهو في إمكانية التوصل للاتفاق، وإنما في إطار أمد هذه الحرب. هذا الأمر كله ربما يجعلنا أن نقول بشكل أو بآخر أن الجيش الإسرائيلي يبدو أنه سيستمر في تنفيذ العملية العسكرية في رفح بالرغم من كل الانتقادات التي وجهت داخليا وخارجيا، وبالرغم من المواقف الدولية، وبالرغم من المخاطر التي باتت واضحة جدا من التحرك الإسرائيلي الميداني في رفح، مما قد يعكس الكثير من الإشكاليات المرحلية أو ربما الاستراتيجية المستقبلية. إذا كان نتنياهو ماضي في عدوانه بهذه الطريقة سواء على رفح الفلسطينية تحديدا وعلى قطاع غزة بشكل عام، رغم كل الخسائر البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال، السؤال مباشرة متى يمكن أن يكبح نتنياهو ربما جماح هذه العملية قليلا بناء على ضغوط داخلية إسرائيلية؟ هل هذا أمر
يمكن تصوره أو يقبل التحقق على أرض الواقع؟ باعتقادي هناك عاملان أساسيان ومكملان لبعضهما البعض. العامل الإسرائيلي الداخلي، وهذا العامل الإسرائيلي الداخلي هو ربما أيضا يعني قد يكون نتاج مجموعة من المحددات والعوامل، سواء فيما يتعلق باستمرارية الخسائر في الميدان من جانب، ومن جانب آخر عدم القدرة على تحقيق أهداف فعلية وواقعية يمكن أن تقدم كإنجازات من هذه الحرب. والنقطة الثالثة أن العلاقة ما بين المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية وما بين المستوى السياسي، ولاحظنا في الأسابيع القليلة الماضية حجم وطبيعة الانتقادات من مستوى الجيش الإسرائيلي للأداء السياسي لهذه الحكومة. لكن العامل الثاني وهو المعزز للعامل الأول، وهو باعتقادي العامل الخارجي المتمثل بشكل أساسي بالولايات المتحدة الأمريكية. باعتقادي واشنطن إن استطاعت أن أو إن كان هناك لديها رغبة أو كان لديها إرادة فعلية حقيقية لوقف هذه الحرب، يمكن لها أن تؤثر بشكل أو بآخر على القرار السياسي الإسرائيلي. لكن حتى هذه اللحظة يبدو أن هناك نوعا من التناغم الأمريكي الإسرائيلي في استمرارية هذه الحرب. كل هذا الأمر باعتقادي هو يبقى مرشح لقضية أساسية، وهو طبيعة التحولات والتطورات سواء الميدانية أو على المعادلة السياسية إقليميا ودوليا. كل ذلك قد يثير في محطة معينة حالة يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على مجريات هذه الحرب، لأن في كل دقيقة في كل ساعة في كل يوم قد يكون هناك متغير يعيد ترتيب أو يعيد تغيير الأولويات أو يعيد ترتيب الأوراق بشكل أو بآخر في هذه الحرب. من نابلس سليمان بشارات الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.